سيمين. ولك شو لين شو قدرت شو منك والله اخو لا اله الا دون طرس. اسمع دون اللي بيري حالا نطرس اللي ماشي والدار الله بيت دور ان شاء الله لو دولار الدولار. مبارك تقلل فهمت خلاص مبارك تخلص هاش مبارك هنتي همتك مدارك درار ايت مرة قملي خلصتك فوقتي وحماك تسقلهم عندي ناك لا صراك طيتهم تفاي صغير احترم كلامك احترم لا تقول لي كلمة سرقتهم سرقتهم سمعت مانك ما شفتهم هما منين لا صفر هما منين شنو عارف المال ما جبتهم ما جبتهم شيني انا انت خلصتك تقول لي ما جبتهم نسيت الفضاء اي ما اعطيتني والو سمعت ما اعطيتني وقيه واحده اعطيتها لي اما ما قلت عاد ما شو فوق يعني شي قلت صفر صغير ولا عندك قول واحد طال عمرك مساك ايه قلت لك انا سرقتهم قلت لك انا سرقتهم سرقتهم شوف سمعني تلقى مالك كوام قدك سمعت معنا هاو ار يو ايه هاو ار يو مرحبا بخير ما شاء الله الحمد لله بخير هاو الفضاء الناس اللي بارد مو هلا عياط يحسوا طوبي ما هلا عياط نص ما يطري يجيبوا عندنا عندنا فامريك عندنا فامريك وارد هاي زايف الالعام توما تتكلموا هون ياسر مدلي كلام ويقول ما شاء الله شو عندنا احنا عندنا احنا مولي هون شو قالنا نتكلم بيلي اسمع صوتك اهانه عديت راسك مبارك خلصني بغيتش فيك شوي عندنا احنا مولي هون بغيت فيك شيء ما تنقل اندورك اتسلف لي وقيات 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 150,000 جايتني الفضاء من امريك جايتك من امريك شو عندنا في امريك اتسلف بخلص شوف مشي ليه ولا استاسيون اللي عندكم تو في امريك احنا قاع اول شيء ما يعنينا ما يعنينا بو انت مسال قلت عنا في امريك احنا ما نسوي لك وثانيه تمشي اللي طراي فيه مفتوح الصين براس مال ب 25000 أعطيني 100,000 حني شو يعني قاعد هنا تقدر تدو يا غالين مشي لك واخ مو عندي غالين مشي لك لين عم فيه لك واخ خرس لي الكويس ميزمي خرس لي لبسة نلبسها عندي شي مهم شوف مشيت حاني شوي جارارك عطيت تكسر بياس مني قلت شمي كلام وعندنا احنا قولي تاني مولي لينجا فري 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 حان وقفوك بارك تلت عدل لو اخر لها لها جاب دور صنصين كانت موعق وبدي قلت احبان سنك مين هاك مشي تعرف كل قام حبات سينكيو عندنا في امريك الكلام ياسر ما هو عملي عندنا احنا مولي مولي تعنك تواحد من احنا بيلك كلامك ياسر اكيد قاع نحن في امريك very 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 good good اي والله قد بويا دقد عندنا فامريك نحن فامريك فامريك كل شيء عمل تجاي هون انت فامريك امريك امريك دونجيك بدناك ما انت نشقت انت امريك very 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 good very مثلا عندكم شي اخر ما قلتوا لنا رجع لنا مره اخرى تبقى تقيس امريك قول خير له ودناك من هنا ها ان بنادم عندنا في امريكا ايش دور تنبارك ورطني شقتني انت ضرعتك ترى انا ما عندي انتنا ايش ضرعت ايش اللي ما عندي ما انت ايش قلت والله شو انت ايش انت زبت فيك النار والله ما نحب شعلت عندنا في امريك عندكم معنا بيتي دي جينو ياسر بور ديرو في بير كونفيتير لكن نحن هون عندي في زبده نحن في امريك
عود هذا كبير عندنا. عود كبير عندنا هذا، ها؟ ونديروا الأمور كاملة زينة. نحن صاونا مولي عود كبير عندنا غادي نقصوه شي طابلة، أنا قلت نقصوه. نحن في أمريك الملح ديروه مع كونفيتير. في أمريك، نحن في أمريك. حنا الملح ماشي قلنا. الملح مع كونفيتير. تخليها. في أمريك. يمتي. عندنا في أمريك أسبوع إينير دي طون. ساعة. يس. حنا أسبوع قال يواصل. يعني وعلى الوالد وعلى يس. وعلى الوالدة وتلك مزال يقعد في نفس الصباح ترقى. نحن في أمريك كافي ما نديرو معاها السالية، نديرو معاها غولارية. بو؟ غولارية. نحن في أمريك الأمور كاملة زينة. هنتنا انتو يا عميك برنامج، هنتنا انتو تقتلو. قلت له نحن هون كافي مولي نديرو معاها بالحليب. خوتي سمحوا لي شوي. انا كنت شاكني عندي شي من الفلا، يا غير الفلا جايتني في الطريق لا يخلص الناس لا يخلصوا للبيتي جينو هذا ندير خلصوا خلصوا الصبوح. الو ها حد فطن ما تسلم شباب سمحوا لي عايزينكم عايزين في السنه. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه لا هو عنده حد ما تلسالم. ايوا شوف خويا اعطيني انت باش نخلصوا الناس 25 ميل منين تجي الفلا نعود انا نردها لك. خلي تلفون ما عندك حد مات. بمناسبة شهر رمضان الكريم خلصوا عن طريق بنكيلي واستفادوا من خصم يوصل 20% على مشترياتكم في المحلات والمجمعات الشريكة مع بنكيلي. محل التمور تمراتي، مجمع خيرات الشام، مطعم حضرموت، تايم سكوير ماركت، مخبز أوبرا، محلات البديل، مجمع موري سانتر 1، مجمع موري سانتر 2، المجزرة الكبرى عقيل، مجمع هاشفنتكار، مجمع لبونفري، مجمع بام، مجمع الفضل، مجمع جواهر كارفور الكبي، مجمع الجوهرة توجوني، مجمع سكايريم، مجمع بانا بلان. كيف نعدنا نقدم السوق بنكيلي هذا السوق تفضلي بنكيلي بنكي فيدي. لأن راحتكم هي غايتنا، مفروشات المراكش توفر لكم أجود وأحدث موديلات الأثاث المنزلي ذات جودة عالية، أرقى الموديلات مواكبة للعصر الحديث، أفضل الأسعار وأقوى عروض مناسبة للجميع. مفروشات المراكش، راحة وتميز، ذوق وأناقة، أصالة وجمال. مفروشات المراكش، خيارك المناسب. خرج خو بسكيت لا تنور تمليح فون ليش يقبو ايه هاي ملح في التستم هاي مولات ما تخلص ما عنده مشكلة هاي مش مخاخ هاي ملح في التوابة اسبو هاي قاعد يبقى فيه شي غالب على اللي بس هاي ملح في التوتو صدق بعد اللي دايما بعد سلف مشي هاي الناس الحالة ما عندي مشكلة ملح وتسلح الحمار رحيم وش حال القريب؟ ها؟ ما شاء الله أما من الدجا نامو؟ أنا من الدجا أخرت من أي لقاء أنت من أين جاي؟ أنا شان سؤولك عن رقاك؟ هم؟ شان سؤولك عن رقاك؟ أبوي قال لك حد عني ولاية عني دار الكتاب قال لك حد عني خبير بالناس شوف
ساو سو أرق بحشيش يا قد حجيب همه سلاح وات أليج أستوى عن رقاش ندور بيه وقية أبو رقاش إيش عرفني أنا بي أبو أنا زري زري حالي المدنية إيه ماني حالي مدنية سمعت خو ماني حالي مدنية لا نعرف الباقيش خلعتني وزرعت فيه شين قالوا رؤب الخلعة ملاح ما تتواصلهم بيدي خاي انتو هكارك ما راقي الملح فولش انت من اين زدنش راهو؟ انت من اين انت من اللي اخلي دراك نحو رح انا رقاش جاي نصور عن رقاش ندور فيه وقياه من اين تنال قتلي بدلو ندور نعطيك منهم شي ها؟ تطي منهم شي؟ ايه قاعد تبدأ بيك بوي رقاش منهم شيق الدشرة شي؟ شيق الدشرة شيق الدشرة؟ ما خارق رقاش واحد ونصاني قاع ما موريتاني قال لي مش شيخ الدشرة قلت أسرق أنا معايا أنا في العزيب ولا هو نصراني قطعا لا الحمد لله تلاك شيخ الدشرة اللي هون نصراني زغبت طويلة مولي حسين تمية صافية وبطلون ولسو بال قلت أسرق ماشي لي أنا بوقيات كان معايا في العزيب وقضى من عندي بوقيات ولا هو نصراني قلت له وما جاتش من فضل قاعدنا من الخارج خالي قالي وكان معايا انا في العزيب انا قاعد في الخارج ولا ايش راسه صاش مطوله راسه راجل متعدل انت ما نعرفك يا غير بعد بوك شي اللي تدلي على شي بو شبيل ابو شيخ بشير شيخ دشر انا نعرف اليوم مشى شيخ دشر حاسين مي صافيه وقطعني مشيت النهارده 150 الف واعطيه مولي فيست من كوستيم مهدي قاع شنو اسمعه أنا جارك ثلاث أشهر لوزر ديار ننظر فيه بقياتي. وين قالوا من شين قالوا الشيخ الدشرة كان معي أنا في العزيب. أنا بجيب ولا نتكلم معي يقول عندنا في أمريك. عندنا في أمريك. عندنا في أمريك. عندنا إحنا مليون كل حد يطمطم فينا. قال أبوي ندور له بقياتي يا أبوي عشان لو دمعك. عشان لو دون. يا للتعب السلام عليكم ميشيل شيخ الدشرة عليكم السلام ايه عليكم ولي تخوت ميت تميت شاروخاني عتنا ايزابيلا كنت الششواري راسي كنت الششواري كنت قابلوا ششوار ششواري دو ملي تشواري دماغك وارك حبتي بيك اوه شماسي ما شاء الله ياك لباس رحبتي بيك السلام توقياتي منين لحقوا فوتي فوتي الفضله جايه في الطائره في الطريق اعطيني نهاره تقليلين تنعطى لك الفضله قطيتك الاركل لك ان الفضله فيتك خلي قلت لي افترت جايه في الطريق شوف يلطيتك منهارات ما علمني ما يعني تيجي جداك اللي بدقه واحده جايتك لحقتيك جايتك يعني شيخ دشره هي صنتني يقول لك ذا انتنا وشقتنا وريتنا القدري يا الفضله لا حيتاجين هل تشر لا عاد جايه للحيوان قول هاني على البيت ويا جايه من عمرك والله انا جايه لا فطيره وطاره عند السوايع وتوصل جايه 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 فطرين جايه فطرين تمونك انك لا تجبرها جايه فطرين خاقل لا تجيك تجي والله نقيسوها ان شاء الله مرحبا بك سوي تقول هيا صاحبي وقاعدني يبقي يجبرك يسلم عليكم قاوم فيكم الغبر يا مرحبا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رانكم خليتوا لا اله الا الصوت بعد اللي نعرفه ايه انا موصول جري انت قلع عنك كان الشواك يعرفك يتموكك مولي حاوت تتموك كنت مولي ايه مزينه ها وانت طلع لك ضغط ها مش اللي تعرفه نعرفه قبال نعرفه قبال ولا نعرفه ونعرفه يا نعرفني باع نعرفه نعرفني حتى انت عارف انت ما تعرفني انا جيت عندي الرقطة ميعهم في عقلي انا والله العنز الرقطة قاع انا ما بعت بيها ما تعينه في الطريق نحن جايين نحن ماشيين بيها ما تعينه في الطريق وقيال ذاك اللي خلق لهم لا يجني وزيرك والله ما هوني الفضة واضحة قصتها الفضة قيمة جاية الحاصرة لا توصل هنا تياها ألاك أنها ضرق فيدك الفضة ضرق ألاك أنها فيدك
دقيت قاعد قلنا في دخلك باقي فهمتوا ولا احد يصبر شوي علينا وتوف الا هنا يا ما يجيب نصرعيني شيخ دشرة ما انا قايل لك ميشيل ميشيل ما هو خالك الا كي البيريك اللي قابو عند المرأة ردوا لها بعد اسمع ماشي قابو فول من العزيب وقعد بها امريكا سمعت يا رجال نعرف مكان نعرف مكان حل بوي جيلي نعرف انا حل لا خذي خلصي بيلا بديك ايوه سالك مهلو هاي طبعا نو نو مي اي دونت سي 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 اي سي اي سي I don't pressing mean I am pressing. No, vi. والله very nice money الأرجان. لا أتحط على نظافة مع الناس. شرحوا معي أنا في pressing نشتغل طالع نشتغل. أصعبهم. وي. No. I very travailler. أنجي كل شيء. باي. Good work. Good money après. Inshallah. سكيل يا خي. تعرف عن كيف وترجع له ما هو سيبه.